ورجعوا. حضرتك بتجامل النادي الاهلي؟ انا لا اجامل احد على حساب احد خالص، يعني الكلام ده مش في قاموسي، ما بجاملش نفسي. فبالتالي لا لا لا، مفيش مجامل، في نظام عمل. نظام عمل. وتاني احنا مش مع حد ضد حد، وفي قوانين، واللي انا فسرته وقلته، واللي بيروح للنيابه خلاص انا لا اتحدث فيه يعني. لانه سياده الوزير خد اجراء هنا، ما خدش اجراء هنا، عمل ايه، وبالتالي حصل هجوم الفتره اللي فاتت، واكيد حضرتك بتتابع طبعا هذا الهجوم. طالما ان يعني الوزير ماشي في خط مستقيم بيشتغل فيه، بنفسر للناس. وانا طلعت مره فسرت ده بدقه، نعم، تحليل، يعني جاوبت على الاسئله التي لم تجاوب، واحنا يعني مع كل الناس باحترام، وقلنا ان احنا مجلس اداره الزمالك بمنتهى الاحترام هو موقوف ولم يعزل، ده انا قلته، واحترامنا احترامهم ان هم لبوا نداء يعني اللي اتقال. نعم. كمان يعني اللجان اللي موجوده في الانديه وفقا لتقريرها هنقوم بيه، يعني وفقا للتقرير يجي على طول. امتى يعني وارد انه في انديه اخرى تروح النيابه؟ كل وارد. شيء وارد، وفي كل حصل شيء وارد. وعندنا انديه القاهره، وعندنا نادي الشرقيه، يعني مش عايز اسمي اسامي عشان خلاص يعني. نعم. ففي انديه ومراكز شباب بغض النظر هو اللي موجود ده، ممكن بعد فتره النيابه تقول لا يرتقي، وعلى طول لاي حد وارد يرجع نادي اي حد المجلس ما اعرفش ده اللي يقول ما اعرفش ده ده اللي يقوله التحقيقات النيابه العامه. فبالتالي لكن احنا بنؤخذ الموضوع بقراراتها في الاخر. احنا عملنا دورنا للحرص يعني. القرار اللي هيجي من النيابه او المحكمه خلاص اوتوماتيك على طول بنعمله. في بعض الحاجات الايام اللي فاتت النادي الزمالك كان عنده مشاكل ماليه وبالتالي ازمات، وتدخلنا ازاي وعملنا ايه عشان نساعد نادي الزمالك؟ بص حضرتك، احنا دايما بنقول مع الكيان. فبالتالي الكيان ده ان احنا يعني طبقا للائحه نادي الزمالك عملنا، المستشارين موجودين بيديروا الامور. لما بيحتاجوا حاجه وقفت الدنيا، مش فلوس لا، يعني تسهيلات لتفصيلات قانونيه، بنقوم بهذا الموضوع. لما ان مطلوب ان الوزير يتكلم مع حد او حاجه، انا بقول احنا بنحكي هذا بنحمي هذا الكيان. طيب ناس كتير كلموني حتى يعني انديه اخرى في محافظات اخرى. حاضر، يعني احنا هندخل في كل الانديه دي عشان حفاظ على الكيان الشعبي. في انديه تانية يعني وقفت خالص ماليا شعبيه، احنا معاهم وده حصل في بدايه الكورونا. يعني بعض الانديه الشعبيه مش عايز اسمي، شلنا كل معسكراتها اللي موجود عشان تكمل الدوري، ادينا الدعم بقدر الامكان بقدر مستطعنا، الدعم المالي عشان نساعد الكيانات وهنساعد الكيانات. فحضرتك مع الكيان. انا في الاخر ده دوري كوزير شباب ورياضه. نعم. ان انا المؤسسات دي لازم تستمر. احنا كمان يعني قدامنا بعيد عن النواحي القانونيه، انا افق اقتصادي ان انا اخلي الانديه تعتمد على مواردها الذاتيه. اخلي الانديه تعتمد، لان احنا مهما ادينا من دعم مش الدور الطبيعي ان انا اقعد ادعم ادعم ادعم. دور طبيعي اوفر لك الاسس والسبل انك انت تنمي مواردك بشكل قانوني عشان تقدر تكمل وتطور. تنافسات كره القدم كبيره، وخلت سقف اللاعبين وسقف التعاقدات دايما بتزيد دايما بتزيد. فبالتالي الانديه كمان لما بتدير، مش كل الانديه بتفكر ان هي تخلي عدد العابها بقدر استطاعتها الماليه. مش كل الانديه بتفكر ان هي وارد ما يبقاش عندها كره القدم للمنافسه. وارد انك انت تعمل مانجمنت كره القدم، تكون اكاديميات وتطلع لاولادنا، بس تروح لالعاب فرديه تاكد. فبالتالي الجزء ده بيرتبط بيه، لازم يكون في رؤيه لكل نادي هو عايز ايه، عدد الالعاب بتاعته تتفق على ايه، قدراته الماليه ان هو يعمل ايه.